أطلقت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مبادرة مشروع تشغيل الألف طالب، وده بهدف نشر الوعي البيئي والمشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها والتوعية بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وتشييد الاستهلاك. تهدف هذه المبادرة إلى تنمية روح الولاء والانتماء وشغل وقت الفراغ بما يفيد الطالب والجامعة والمجتمع، ده بالإضافة إلى تنمية المهارات واكتساب الخبرات الحرفية المتنوعة والمساهمة في تجميل الجامعة. كما يهدف المشروع إلى تدريب وتنمية مهارات الطلاب واكتشاف القيادات الطلابية وأيضاً لثقلها. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ المناخ والدراسات البيئية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا أستاذ دعاء، أهلاً بحضرتك. أهلاً بحضرتك. إشراك شباب الجامعات في الحفاظ على البيئة وإن هم يبقى لهم دور فاعل ومهم في الحفاظ على البيئة حتى يكونوا جزء مهم من المجتمع، لأنهم طبعاً جزء مهم، لكن إشراكهم ومساعدتهم عشان يمارسوا هذه الأهمية كيف تراها؟ الحقيقة يعني خليني أقول لحضرتك في البداية، هذا المشروع يأتي في إطار المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس منذ عدة أشهر وهي اتحضر للأخضر، ودي في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030. تهدف هذه المبادرة في المقام الأول إلى نشر الوعي البيئي وطبعا بخاصة الشباب، ويمكن يعني المبادرة بالفعل ماشية في هذا الإطار. جامعة حلوان ابتدت فعلا تطبق هذه المبادرة. المبادرة أصلا أهميتها الحفاظ على البيئة، الموارد الطبيعية، حماية هذه الموارد لينا وللأجيال القادمة في إطار التنمية المستدامة. كمان بتهدف المبادرة إلى الحفاظ على المحميات الطبيعية والتوازن الإيكولوجي وأهمية التشجير وترشيد الاستهلاك إلى آخره. الحقيقة في كون ان احنا بنشرك الشباب في هذا الامر ده شيء مهم جدا. زي ما حضرتك تفضلتي، الشباب هو القوة الضاربة في المجتمع، وان لم نكن نشرك هذا الشباب من سيشترك في هذه المبادرات للحفاظ والحماية البيئة؟ بالتالي الشباب قوة كبيرة جدا. جامعة حلوان ابتدت تشغل زي ما حضرتك قريت في الخبر 1000 طالب، ودي هيساعده بشكل كبير جدا على حماية البيئة، مش بس داخل الجامعة ده كمان بخارج الجامعة، فإطار المخلفات والترشيد والمساهمة في تجميل الخارج. النهاردة في نائب رئيس جامعة للشؤون المجتمع والبيئة، وده يعني في إطار اهتمام الدولة بأن الجامعة جزء يعني دور مهم جدا في البيئة الداخلية والبيئة الخارجية. نعم. في كمان يعني في هذا الخبر نقطة مهمة جدا، في استفادة وإفادة، يعني استفادة بأن هم يساعدوا المجتمع بالمزيد من المساحات الخضراء، والإفادة كمان شغل وقت الفراغ في أشياء هامة. بالتأكيد بالطبع ده مهم جدا، وكمان أنا عاوز أقول ده ممكن يكون فيه كمان إفادة اقتصادية. يعني أنا النهاردة لما شغل الموارد داخل الجامعة وأعمل ريسايكل أو تدوير للمخلفات من خلال الطلبة، وده مشروع بيبقى يعني بسيط جدا مش محتاج تكلفة عالية، يعني مثلا تدوير الكنز، تدوير الورق، تدوير البلاستيك، كل الحاجات دي أشياء سهلة، وممكن الجامعة جدا من خلال وحدات صغيرة تقدر ان هي تحول هذه المخلفات الى موارد مرة تانية، وتصرف يعني العائد بتاع هذه المواد يقدر ان هو يصرف كمان على الشباب ويديهم مكافآت ويبقى يعني فتحة خير على الشباب نفسهم يعني. نعم. فتصور ان الجزء الاقتصادي ده كمان مهم جدا، بيحافظ على الموارد وبيشجع الشباب من خلال مكافآت تدي لهم على هذا المشروع. نعم. دكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ المناخ والدراسات البيئية، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم.